او افريقيا ونسمع رايه في افضل تصدي يعني غير مباراه من وجهه نظر ميكيلي. بالنسبه لي في صدتين. بالنسبه له كان مهم جدا ان يصدهم. بلاتينيو في زيمبابوي وكنا مغلوبين 1-0. لان كان ما كانش كان يوم صعب، كان حراره وكان الملعب سيء وكان ظروف الماتش وحشه. ظروف الماتش مش كويسه وكان صعب وشال الكوره من المقص. واعتقد لو هم كانوا سجلوها كان هيبقى صعب جدا نرجع ونتعادل، وكان التاهل هيروح مننا. وفي هنا قدام سان داونز جنوب افريقيا في الماتش اللي هو الذهاب هنا بعد 3 دقائق وكان انفراد. وكان انفراد بالمهاجم بتاعهم. كان ممكن تغير نتيجه الماتش خالص، كان ممكن تغير سير المباراه. وده بيثبت حاجه زي كده، بتثبت قوه الشناوي. لان الشناوي بيلعب في نادي في ضغوط كبيره عليه، عنده افضل فريق وبالتالي ما فيش شغل كتير، ما عندوش حاجه كده يعني، ما فيش حاجه تقبل خصم على 2. اي كوره هتدخل فيها لازم يكون حاضر ويكون موجود ويبدا ينقذها. وانا شايف ان ده بنحكم الحارس الجيد من النقطه دي، لان سهل جدا يجي لك كور كتير مفيش اي ضغوط عليك، ما عندكش حاجه تخسر. لو دخلت جوان محدش هيكلمك، لكن الحراس الكبيره هم اللي بيشتغلوا بيظهروا تحت ضغوط كبيره زي ما بيحصل هنا في الاهلي، وعلى قد طموحات النادي والاعلام. الشناوي عنده شخصيه قويه بالمعنى ده، لانه صعب، مش سهل انك تتحمل كل الضغوط دي. عشان كده عندها بقول عندي افضل 4 حراس، لان مش سهل انك تلعب في نادي زي النادي الاهلي بالضغوط اللي موجوده عليه. لازم يكون ذهنيا قوي ويكون شخصيتك تليق بشخصيه النادي الاهلي. يعني هو شايف ان في الانديه الصغيره حارس المرمى بيدافع عن مرماه طوال 90 دقيقه، ممكن يتلقى هدف هدفين في الاخر، لكن في الانديه الكبيره ممكن محمد الشناوي تقييمه ليه ممكن بكوره تكون صعبه خلال 90 دقيقه يتصدى عنها، فده بيدل على مباراه محمد الشناوي. ولا سي سكي جفان دي ده بالظبط اللي هقصه لحياتك. وشفنا سؤال كويس، ان حارس جيد لازم يكون مركز 90 دقيقه، ما يكونش عندنا فرص كتير علينا. الحارس انسان في الاخر، هو واقف ورا، صعب جدا اللي يكون واقف ورا مستني غير اللعيبه اللي بتلعب في الميدان. في عندك في 16 متر اللي هو منطقه 18 قاعد مستني ان يكون مركز، لو ما جاش كوره كتيره ممكن تسرح وما تفكرش تفكر حاجه ثانيه غير الكوره، وهنا لما تفقد تركيزك مش دايما سهل مركز في الماتش على طول. الشناوي بيعرف يركز تماما طول المباراه 90 دقيقه طول المباراه، وطول المباراه عمال يتكلم مع زمايله، بيكلم زمايله وبيديهم تعليمات زي ما بيحصل في اوروبا وزي في العالم المتحضر في كره القدم. ان حارس المرمى بيكلم وبيوجه مدافعين وزمايله، بيخليك على طول مركز جوه المباراه، داخل جوه المباراه ما بتخرجش منها. وده بالنسبه لنا مهم جدا، ان الشناوي يبقى موجود معانا ومركز تماما في المباريات ال 90 دقيقه، لان محتاجين لتركيزه. لان الخصم حتى واحد اقوياء جدا وبنلعب كورتنا ضغطه، بنلعب كورتنا هجوميه مع المدرب بتاعنا، في 90 دقيقه فيها على الاقل في فرصه يقدر الخصم ياخد الكره ويروح لك. وهنا حاجه زي الشناوي بيبقى حاضر وموجود.